السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول ثانوي الفرع الأدبي، تحية طيبة. وبعد اليوم راح نتكلم في موضوع اسمه مراحل الدورة المحاسبية، وبالأخص دفتر اليومية. تكلمنا بالحصص السابقة عن مواضيع كثيرة في تحليل القيد المحاسبي وعملية خلينا نحكي تصنيف المدين والدائن بناء على قواعد وأساسيات احنا تعلمناها الحصة الماضية. اليوم راح نتعلم كيف ترحيل هذا القيد لدفتر اليومية بناء على نموذج معين وأساسيات معينة. قبل ما نبلش بدنا نعرف الدورة المحاسبية. طبعا هي دورة حياة للحسابات، من خلالها يمكن تسجيل العمليات المالية منذ نشأة العملية المالية حتى مرحلة إعداد التقارير المالية المختلفة. يعني باختصار هي الدورة اللي بمر فيها خلينا نحكي القيد المحاسبي من لما يكون خلينا نحكي عملية حسابية لحتى ايش اعداد التقارير المالية المختلفة. طيب بدك تعرف مراحل الدورة المحاسبية، مراحل الدورة المحاسبية تحفظهم بالترتيب. اول مرحلة تحديد العمليات المالية وتحليلها، اثنين تسجيلها في دفتر يومي اللي لازم ناخذ اليوم في هاي الحصة كيف نسجل في دفتر اليومية بعد ما نحلل طبعا، بعدين ترحيل لدفتر الأستاذ، بعدين إعداد خلينا نحكي ميزان المراجعة الأولي والتسوية الجردية إلى آخره. هاي المراحل شباب بدك تحفظها بالترتيب، بدك تحفظها بالترتيب، لأنه احتمال يجيك سؤال عدد أو اذكر مراحل الدورة المحاسبية، بدك تذكرهم بالترتيب، اتفقنا؟ بعدين في مواضيع شباب احنا يعني حفظ، أنا بتمنى إنك يعني تحفظها لحالك، عرفت؟ مواضيع سهلة يعني مش صعبة. يعني بيجيك سؤال مثلا، تتمثل أولى خطوات الدورة المحاسبية في تحديد العملية وإثباتها عن طريق إيش شباب؟ ثلاث شغلات، عن طريق ثلاث مستندات: فاتورة الشراء والبيع وإيصال المدين ومستندات الصرف. إذا هذا يا شباب بدك تحفظهم الأسئلة هاي وطريقة خلينا نحكي الأسئلة كيف تيجي. بعدين راح نيجي نتكلم الآن عن سؤال بقول لك اذكر اهداف تحديد العمليات الماليه وتحليلها مع الشرح لكل منها. لما اجي اقول لك اذكر اهداف تحديد العمليات الماليه اللي هي شباب خلينا نحكي المدين والدائن الى اخره، هم هدفين رئيسيات. اول هدف تحديد العمليات الماليه الخاصه بالشركه، هذه هدف. ثاني هدف تحديد العمليات القابله للقياس، هدفين رئيسيات اثنين. طيب تحديد العمليات الماليه الخاصه بالشركه يعني انه الشركه ليست طرف خلينا نحكي في العمليه ايش الحسابيه. مثل ايش شباب؟ هاي العمليات الخاصه بملاك الشركه، يعني عمليات خاصه بملاك خلينا نحكي اصحابين الشركه، معناها استبعاد العمليات التي ليست لها علاقه بالعمليات الماليه للشركه، هذه معناها. اثنين تحديد العمليات القابله للقياس، وقلنا يا شباب العمليات القابله للقياس نوعين: عمليات لها اثر نقدي مثل بيع وشاحنة وشراء شاحنة إلى آخره ومعدات، وعمليات ليس لها أثر نقدي ولا يمكن التعبير عنها بوحدة النقد ولا يجوز أصلا تسجيلها. تخيلوا مثل إيش؟ قرارات تعيين، نقل موظفين، تغيير في سياسات خلينا نحكي الشركة. طيب هاي يعني سلايدات لابد يعني إننا نذكرها إحنا شباب، تحفظها، تحفظ طريقة خلينا نحكي السؤال كيف بيجي. شايفين شباب العمليات قابلة للقياس نوعين، ليس لها اثر نقدي ولا اثر نقدي. طبعا هاي بيجيك احتمال سؤال: صنف العمليات التالية الى عمليات لها اثر نقدي وعمليات ليس لها اثر نقدي. برضه هاي احدى التصنيفات او الاسئله. نيجي اليوم راح نتكلم عن تحليل العمليه المحاسبيه وتسجيلها. كنا ناخذ اول نجيب لها عمليه نحللها طرف مدين طرف دائن، بعدين ننقلها على شيء اسمه الان راح ناخذ دفتر يومي. دفتر يوميه هو سجل تدون فيه القيود المحاسبية للعمليات المالية التي تحدث داخل الشركة، اتفقنا؟ طبعا هذا السجل بيحتوي على ايش؟ رقم حساب، اسم حساب، مدين ودائن وبيان وتاريخ ورقم مستند. بدك تحفظ هذول شباب زي اسمك، هذول بدك تحفظهم زي اسمك، ماشي؟ لانه احنا بالاسئلة اللي قدام بيقول لك سجل على دفتر اليومية، بدك تعمل دفتر تسميه دفتر اليومية وتكتب فيه هذه البنود: رقم، اسم، مدين، دائن، البيان هو مهم جدا شباب،
هو من حساب إلى حساب، والتاريخ ورقم المستند. اتفقنا؟ طيب طبعا هنا في سؤال اذكر 5 شروط يجب الالتزام بها عند التسجيل في الدفتر اليومي. طبعا شيء بديهي انه بدك تسجل وفق التسلسل التاريخي للعمليات الماليه. طبعا مش غير المعقول انه العمليه اللي صارت في واحد الشهر تسجلها اخر شيء، طبعا ايش ضمن تسلسل معين. وطبعا نظريه القيد المزدوج اللي هي شباب من والى مدين ودائم، ويعني امور ان شاء الله راح نتعرف عليها في اثناء الحل. شوف هاي كتابه شرح وافي في عن كل عمليه، هاي تندرج تحت ايش البيان، يعني من حساب إلى حساب وسبب هذا القيد. اتفقنا؟ يلا. زمان كنا نأخذ بتاريخ معين اشترت الشركة سيارات نقدا بقيمة 14,000 دينار أو المطلوب تسجيل القيد المحاسب في دفاتر الشركة العربية. يجي كنا نحكي اشترت معناته زاد، معناته مدين، معناته مدين. نقدا صندوق، صندوق شو ماله؟ نقص، معناته دائم. حلو، هاي حللنا. نجي نحكي، شوف نحكي شباب حل، لكن ما قلت لك هاي بدك تحفظهم زي اسمك، هذا اسمه دفتر اليومي. تيجي تحكي ما انه اشترت، حكينا ايش زاد، معناته تيجي تحكي من حساب. طبعا هذا القيد راح اسجله اول مره، بعدين بصير امر عليه بس نحلل والقيد يذكر تحت، يعني من باب السرعه لانه عندي تقريبا 11 سؤال ما راح الحق اكتب حتى الوقت. طيب من حساب حكينا اشترت الشركه العربيه سيارات، زمان كنا نحكي من حساب اذا تذكروا مشتريات، تذكروا الحصه الماضيه. لكن الان فيش شيء اسمه مشتريات، في شيء اسمه سيارات فصل. تيجي تحكي، تيجي تحكي من حساب سيارات، ماشي؟ يعني تيجي تحكي من حساب التوضيح، من حساب كنا زمان مشتريات، الان لا، من حساب سيارات الى حساب صندوق. اتفقنا؟ بعدين شو تجي تسوي؟ مبالغ المدينه هذه، مش هذا مدين، والنقد نقص الصندوق صار دائن. قديش القيمه؟ 14,000. تيجي تحطها وين؟ هون، هذه مدينه 14,000 وعندي الدائنه 14,000. بهمني البيان، تكتب البيان هون. ايش البيان تبعنا؟ ثمن شراء، خلينا نحكي او شراء سيارة نقدا. هذا بتختلف الصيغة من انسان لاخر. اتفقنا؟ نقدا. رقم القيد اللي هو بالعادة بيكون هون 1، هي رقم العملية، هاي العملية رقم 1. اذا في سؤال ثاني مثلا العملية رقم 2، فرع رقم 2، تيجي تكتب لي هون 2 3 الى اخره. رقم الصفحة بديش اياها، مش موجودة. اتفقنا؟ والتاريخ هيو، هذا هو التاريخ 3/5/2015. وصلى الله وبارك. بدك تعرف كيف تعبي هذا الجدول. اتفقنا؟ هذا هو الحل شباب، شايفينه؟ من حساب سيارات لحساب صندوق. طبعا هنا البيان بدك تكتب شراء، شايفين؟ هاي مهم جدا، شراء سيارة نقدا، ماشي؟ وهيك أخذت علامة السؤال. يلا هون في عندي مجموعة أسئلة، عندي أنا مجموعة أسئلة. هاي مجموعة الأسئلة بتيجي طبعا هيك صيغة السؤال. عندك مجموعة أسئلة، بالأخير بطلب منك تسجيل القيود اليومية للعمليات أعلى في دفاتر يومية شركة النور. عندك عمليات، معناته أنا عندي تقريبا 11 قيد، 11 قيد ينزل داخل الدفتر. كيف الحل؟ انتبه علي، راح ناخذ قيد قيد، ماشي؟ نحلل والجواب نكتب لك اياه في الجدول. اتفقنا؟ يلا مع بعض. السؤال الاول، بدأت الشركة طبعا الفرع الاول النور للدعاية والإعلان أعمالها بتاريخ معين برأس مال قدره 70,000 شباب، وقد أودع المبلغ كاملا في البنك. دائما وأبدا رأس المال دائن. اتفقنا؟ رأس المال دائن،
وقد أودع المبلغ كامل في البنك. ليش ده؟ لأنه أصلا يقابله إيداع سواء كان بالصندوق أو في البنك. لذلك من الطبيعي لما أودع معناته الطرف الثاني راح يزيد، معناته هذا طرف مدين وهذا طرف دائن. حلو، معناته صف الأمور سهلة. من حساب بنك إلى حساب رأس مال، البيان بداية نشاط. كيف يعني بداية نشاط؟ بدأت الشركة أعمالها، بدأت معناته صارت إيش؟ الشركة تشتغل، بدأت معناته بداية نشاطها. اتفقنا؟ طيب، مبالغ المدينة والدائنة أكيد 70,000. 70,000، شوف الترتيب شباب، 70,000 بدون سهم طبعا، بس أفرجيك كيف موازي. 70,000 دينار في البنك و70,000 دائنة. اتفقنا؟ رقم القيد هيو، رقم القيد واحد، رقم صفحة الأستاذ مش مطلوب عندي، التاريخ 1/6/2016. وهيك أخذت علامة السؤال أو درجة هذا الفرع بكل بساطة. بس حلل، شوف الكتاب شو ذاكر. من حساب بنك إلى حساب رأس المال أكيد بداية نشاط، 70,000. 70,000 تأخذ سؤال بعديه. إحنا نبلش نحلل شباب، بدنا نبلش نحلل. اتفقنا؟ يلا. بتاريخ 5/6/2016 استأجرت الشركة، استأجرت، شوف الكلمات، مكاتب. لما استأجر معناته مصاريف، وإن المصاريف إما إيجار أو دفع فاتورة. ماشي، بمر معانا شغلات راح نتذكرها إن شاء الله. مصاريف دفع إيجار، فاتورة كهرباء، فاتورة مي إلى آخره، رواتب عمال، هاي كلها مصاريف. ماشي، كلها مصاريف. إذا استأجرت الشركة مكاتب لتكون مقرا لها، وقد بلغت قيمة الإيجار 4,000 دينار سنوي. معناته أنا الصندوق، خلينا نشوف والله كمل السؤال، دفعت بشيك. معناته يا شباب البنك عندي نقص 4,000، معناته هذا الطرف دائن، والمصاريف حكينا عنها للإيجار هذه مدين. معناته بنشوف احنا في عندنا قاعده، اذا زادت المصاريف معناته صارت مدينه. وصلت؟ مصاريف تعامل معامله الاصول، هي مش هيك يعني، لكن يعني من باب خلينا حتى تفهمها. اذا زادت معناته ايش؟ مدينه. كيف السجل، كيف القيد يسجل في دفتر اليوميه؟ مثل ما حكيت لك، من حساب هيها الى حساب، من حساب مصاريف، مصاريف إلى حساب بنك. مبالغ الدائن قلنا قديش؟ 4,000 مدين و4,000 دائن. شوف كيف البيان مهم، مصاريف إيجار مكتب، مهمة جدا، مصاريف إيجار مكتب. رقم القيد 2، صفحة أستاذ مش موجودة، والتاريخ 5/6. هذا ثاني شرط، إنه لازم نكتب بالترتيب 5/6/2016. وصلت يا شباب؟ يلا ناخذ السؤال بعديه. السؤال بعديه بيجي بيحكي لك بتاريخ 2016 15/6 سحب المبلغ 3,000 دينار، سحب مبلغ 3,000 دينار من البنك، معناته البنك نقص، معناته هذا طرف دائن، سحب. ثم أودع، أودع وين؟ في الصندوق، معناته الصندوق زاد. وصلت؟ شو السبب لدفع؟ احنا ما دفعنا، لدفع مصروفات ضرورية. لذلك على السريع، من حساب، من حساب شو اللي زاد عندي؟ صندوق إلى حساب بنك
إيداع. إيداع لإيش؟ لغايات، خلينا نحكي مصروفات، لدفع مصروفات ضرورية. طيب قديش المبلغ عندي هنا؟ 3000 دينار. قديش عندي الدائن؟ 3000 دينار. رقم القيد 3. رقم صفحة أستاذ ما بدي إياها، والتاريخ بتسجله هاي. يلا شباب، ما راح أكتب الآن بالتفاصيل، راح نبلش نحلل حتى الوقت يخدنا. بالفيديو بتلاقي الجواب موجود. اشترت الشركة أثاث لمكاتبها بمبلغ 2000 دينار، ماشي؟ طبعا اشترت شو معناته؟ معناته زاد الأصل، 2000 دينار دفعت بشيك معناته نقص عادي من حساب شو شباب؟ الأصول اللي هو الأثاث. كنا زمان نكتب مشتريات، لكن الآن فصل، ماشي؟ من حساب أثاث إلى حساب إيش؟ بنك. يلا شوف كيف الحل. من حساب أثاث إلى بنك، شراء أثاث بشيك بنكي، 4-4، رقم القيد 2000-2000. ناخذ السؤال اللي بعده. يلا السؤال بعده بقول لك بتاريخ 25/6 اشترت شوف السؤال شباب مهم، هذا السؤال مهم. اشترت الشركة سيارة، ماشي، زادت الأصول السيارات بمبلغ 6000 بالآجل. بالآجل معناته الذمم. ذمم ايه شباب؟ مدينة ولا دائنة؟ دائنة. دائنة. إذا نكتب القيد من حساب سيارات إنه زادت إلى حساب ذمم لأنها نقصت، ماشي؟ يلا إلى حساب ذمم، أنا عندي التزام، اتفقنا؟ عندي التزام. طيب عندي هنا 6000، 6000 ورقم العملية 5. تحليل بسيط جدا. طيب بدك تنتبه شباب بنهاية السؤال، بنهاية الأسئلة في سؤال رقم 10، بدك تنتبه كيف آلية السداد، كيف القيد هذا يسجل. هون سجلنا من حساب سيارات إلى حساب ذمم، ماشي، سهلة، ماشي. بنهاية الأسئلة ترى كيف القيد يسجل. طبعا شباب قبل هذا الحكي قلنا إما بتسجل ذمم دائنة أو بتسجل اسم الشركة، شركة الاتحاد، شركة اتحاد لتجارة سيارات، ماشي، إما ذمم أو اسم الشركة، بس للتنويه. 6 بتاريخ خلينا نحكي 1/7/2016 اشترت الشركة معدات بمبلغ 2500 دينار دفعت بشيك، دفعت بشيك. المطلوب تسجيل هذا القيد في دفاتر اليومية، دفاتر اليومية. يلا بسيط جدا، هذا اشترت معناته زاد، معناته عندي هذا مدين. إذا من حساب ايش؟ معدات إلى حساب البنك، رقم القيد هيو 6 6، والبيان حكينا هو من حساب إلى حساب. وقديش المبلغ عندي؟ 2500، رقم صفحة الأستاذ مش موجود، والتاريخ هذا هو. يلا من حساب معدات إلى حساب بنك مثل ما حكينا. ويعني شباب الأسئلة هي سهلة، بس أهم شيء تعرف تحلل، تعرف تحلل. شوف سؤال 7 بتاريخ 10/7/2016 عملت شركة دعاية وإعلان. لما أعمل دعاية إعلان معناته عندي إيراد. إيش عندي؟ إيرادات. عندي إيرادات بمبلغ 14000 دينار، 14000 دينار، وقد تسلمته بشيك تم إيداعه في البنك. تم إيداعه معناته البنك عندي زاد. إذا من حساب، شوف البنك عندي إيش أنا؟ زاد. إذا من حساب بنك لأنه زاد إلى حساب إيراد أو إيرادات. شباب الإيرادات دائما دائنة،
دائما دائنه. ليش؟ لانه يقابلها ايداع، يقابلها ايداع او قبض. ماشي يا شباب؟ اذا الايرادات دائما ايش؟ دائنه. طيب البيان بهمني جدا انا. ايراد، تكتب ايراد دعايه واعلان لشركه الفرح. ماشي. طبعا كيف الايراد؟ بشيك بنكي، اتفقنا. وبتكتب هون طبعا المبلغ 14000. 14000 رقم القيد عندك 7، وصفحه الاستاذ مش موجود، والتاريخ بتجيب لي اياها هون. يلا شوف عندي من حساب البنك، لانه زاد مثل ما حكيت لك، عملت شركه دعايه لشركه الفرح، مبلغ تم ايداعه في البنك معناته زاد. الى الايراد، الايراد دائما ايش؟ دائن. ماشي. زي المصاريف، اذا زادت او اذا زادت دائنه مدينة، وإذا قلت دائنة. هذا شباب إيش هون بهمني البيان، إيراد دعاية وإعلان لشركة الفرح بشيك بنكي. ماشي. نروح سؤال ثمانية. سؤال ثمانية بيقول لك بتاريخ 15/7 دفعت الشركة قيمة فواتير. دفعت معناته إيش يا شباب؟ مصاريف. دفعت مصاريف، معناته المصاريف، انتبه علي، هاي مصاريف، مصاريف البالغة 300 دينار نقدا. نقدا معناته ايش يا شباب؟ الصندوق قل، معناته من حساب مصاريف الى حساب صندوق، اتفقنا. البيان بدك تكتب الدفع، شو؟ فاتورة، دفع فاتورة كهرباء. ماشي. المبلغ قديش؟ 300 دينار. هو المبلغ 300 دينار. يلا رقم العملية 8، وصفة الأستاذ مش مطلوب معك، والتاريخ. شوف الحل، من حساب مصاريف إلى حساب صندوق. قلنا ليش مصاريف؟ لانه قابلوا نقصان بالصندوق، نقصان بالصندوق وصارت مصاريف عندي، اتفقنا. يلا اللهم صل على محمد. شوف والله السؤال اللي بعديه رقم 9. يعني الاسئله شباب يعني بتتكرر كثير، لكن بدك تعرف كيف تتعامل، كيف تتعامل مع كل سؤال. كل سؤال موضوع سهل مش صعب. ماشي. يعني بدي اياك تكون ريلاكس وانت بتحل، مبسوط مهيص، حتى تجيب العلامة كاملة. يعني أنا برأيي حرام عليك تضيع علامات في مواضيع سهلة إنك تحصلها. ماشي. يعني دير بالك تضيع عليك علامات. الله يسلمك يا رب. يلا طلع السؤال. عملت شركة مجموعة من الدعاية والإعلان لشركة جود بمبلغ 9000 دينار. يا عيني عليك، 9000 دينار. قلنا الإيرادات، ايرادات دائما ايش؟ دائنة. مش اجاني ايرادة 9000 دينار. آلية تحصيل الايراد على الحساب، معناته ذمم. ذمم ايش؟ مدينة ولا دائنة؟ ذمم مدينة. ليش مدينة؟ لانها اصلا بنحطها في طرف المدينة. لذلك شوف الحل، طبعا من حساب بده يصير، طلع من حساب خلينا نحكي ذمم الى حساب ايرادات. البيان ايراد دعاية وإعلان لشركة الجود. ماشي. كيف آلية القبض؟ على الحساب. يلا شايفين كيف؟ ذمم مدينة، إما بتكتب ذمم مدينة أو شركة الجود، اسم الشركة هيها شركة الجود، اتفقنا. المبلغ بده يكون مدين 300، وعندك الطرف الدائن 300، ورقم العملية هيو، ورقم صفحة أستاذ مش موجود عندك، وتاريخ خلينا نحكي العملية. نأخذ الآن السؤال 10. تبع هذا السؤال مربوط بسؤال رقم 5 على ما أعتقد أو 6. سؤال 5 أو 6 حكينا تم شراء سيارة على الآجل. ماشي. إجا بتاريخ 28/7 دفعت الشركة ثمن السيارة.
التي اشترتها من شركة اتحاد، اتفقنا، للسيارات بشيك. ايوه، بما انه دفعت معناته انا عندي البنك قل، معناته هذا دائم. عرفنا اول طرف، لازم تبحبش على الاطراف، مش حكينا العملية لها طرفين، اول طرف عرفنا. طب دفعت الشركة ثمن السيارة، معناته الذمم عندي قلت انا، الذمم قلت، اتفقنا، معناته انا لما تقل الذمم عندي بتصير ايه يا شباب، او الالتزام يقل، بصير مدين، بصير مدين، اتفقنا. يلا كيف بنسجل هذا القيد؟ تيجي تحكي من حساب، هنا هذا عندي هنا مدين، لأن الطرف الأول أصلا هو دائن لأنه قل، صح؟ إذا هذا مدين وهذا دائن. شو بتحكي باختصار؟ من حساب، إما بتذكر، تيجي تحكي ذمم، ذمم مدينة، أو تيجي تحكي من حساب شركة الاتحاد. قلنا يا إما بتذكر هذا، بتيجي تحكي من حساب ذمم أو اسم الشركة، إلى حساب من القل عندي شباب، البنك. البيان سداد التزام لشركة إيش؟ ثمن طبعا سيارة، اتفقنا. تكتب لشركة ايش؟ الاتحاد. قديش الالتزام؟ مش مذكور في السؤال، لكن في السؤال قبله مذكور سعر 6000 دينار. 6000 دينار، 6000 دينار. رقم القيد 10، ورقم الصفحة مش مذكور، والتاريخ هاي. وصلت يا شباب؟ كيف بصير عندك القيد؟ كالآتي، من حساب ذمم، البنك لأنه قل دائن، والذمم قلت مدينة، أو تيجي تحكي شركة الاتحاد. الاتحاد، اتفقنا؟ يلا ناخذ سؤال 11 شباب، هو آخر سؤال معنا. سؤال 11 بيجي بيحكي بتاريخ 30/7/2016 بلغ مجموع رواتب العاملين، رواتب مصاريف، ماشي، بما انه في عندي مصروف انا، معناته دفعت بشيك، ايوه، او نقدا، معناته هذا ايش؟ قل، معناته هذا دائن، معناته عندي المصاريف مدينة. وصلت؟ يلا نشوف الحل. معناته انا لما ادفع، معناته المصاريف عندي ايش؟ الالتزامات قلت، لما تقل الالتزامات عندي يعني انا بدي اصنفها ايش؟ مدينة. شباب اذا انت مش فاهمها احفظها حفظ، او مش احفظها يعني خذها انت. الطرف الاول شوف سهل جدا، دائما تعرف طرف، يعني دفعت بشيك بنكي معناته قل، معناته هذا دائن، معناته الطرف الثاني مدين تلقائيا بدون ما تعرف زائد او قل، يعني بدون ما تعرف، اتفقنا. طيب ناخذ الحل. طبعا بيصير عندك البيان من حساب، خلينا نحكي مصاريف، الى حساب البنك، من حساب مصاريف البنك. طبعا البيان دفع رواتب موظفين، خلينا نشوف الحل. يلا من حساب مصاريف، آسف، من حساب مصاريف إلى حساب بنك، البنك قل عندي معناته دائن، وعندي المصاريف قلت، والالتزامات زادت، يا رب المصاريف معناته إيه شباب؟ لما تزيد المصاريف هي مدينة، ولما الالتزام ها شوف يقل معناته مدين. فأنت بدك تحسبها كيف ما تحسبها، سواء تحسبها من ناحية المصاريف أو ناحية الالتزام، فهذا إشي برجع لك. البيان مهم جدا، دفع رواتب موظفين 5000 5000. بدك بعدين رقم العملية تسجله، أو رقم القيد، والتاريخ تسجله. شباب أنا هيك
تقريبا غطيت يعني خلينا نحكي 90% او 95% من القيود وانواعها واشكالها. بصفي عندك يا شباب يا حبايبي، الله يرضى عليك، صحصح معي الكلمتين اللي احكي لك اياهم. شايفين القيود هذه كلها، هاي الجداول اللي كتبناها من 1 ل 11، من 1 ل 11، مش كان في عندك جدول؟ هذا الجدول بتمسك كل عملية وبتسوي لهم جدول كبير مكون من 11 خانة. كيف؟ هسه بفرجيك. وبتمسك كل عملية وبتسجلها، تنقلها نقل مثل ما هي، وبتسجلها وين؟ داخل هذا الدفتر. طلع كيف سوينا الأخير؟ انتبه علي. جينا سوينا الدفتر الكبير تبعنا هذا، شو عملنا؟ قلنا مبالغ المدينة، الدائن، البيان، رقم القيد، صفحة الأستاذ والتاريخ. مسكنا أول عملية سجلناها، بعدين العملية الثانية ماشي نفسها، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، إلى آخره. شايفين يا شباب؟ يعني أسهل من هيك ما ظنيت إنك يعني تلاقي. طبعا هو من حساب دمام مدينة، يعني تلقائيا سبحان الله راح تصير تكتشف الغلط لحالك. ماشي، هاي هي. شوف هذا القيد شباب رقم 10، مقابله القيد رقم 5، تتذكروا هذا 5 قلنا من حساب سيارات إلى ذمم. طب هون صار معي فلوس بهذا التاريخ، شو سويت؟ سديت عن طريق البنك سداد التزام ثمن سيارة، هون شراء سيارة. شوف الرابط بيناتهم، يعني هذا شايفين كله شباب يسمى دفتر اليومية. يعني هيك بتكونوا أدخن سؤال، أتحداك وتحدي، أدخن سؤال بتحله بتجيب علامته كاملة بدون أي نقصان. لو ترجع تعيد الفيديوهات تدرس لحالك بدون يعني تمسك الأسئلة سؤال 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 بدون ما تطلع على الفيديو، حاول اختبر نفسك شباب. هذه بلخص تقريبا الأربع دروس اللي قبل، اتفقنا؟ نسأل الله التوفيق لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.